السلام عليكم، تعرفيني اكيد يعني انا غلط. ودلوقتي انا هوريكوا دلوقتي الفيديو ده في حاجة معظم الناس ما يعرفوهاش على الموبايل، اللي يعرفها يبقى ذكي، اللي ما يعرفهاش هنوريها له دلوقتي، واللي يعرفها ده ممكن يوريها لنفسه. انا اولا انا عرفتها من اليوتيوب وقلتها لكذا حد، وبالذات قلتها لكذا حد، وبعد ما انتشرت كتير دلوقتي هوريها لكم. انا هي طبعا هظهر لكم على حسب نوعكم، كيت كات، لولي بوب، او جينجر بريد. جينجر بريد هيظهر لك حاجة تانية بس انا مقدرش اعمل لك ريكورد بيه، بس جينجر بريد هو هيقول لك هيجي بيه، لان انا كان عندي موبايل تاني اندرويد فيرجن جينجر بريد، اندرويد قديم مش بتاعي انا، بس عندي نوع منه. جيت اجرب الحركه دي فيه، هو جاب لي زومبي بينت، معلش فاكر باي مين، سو باي توم حاجه. ودلوقتي هدينا دلوقتي هندخل نوريها. انت اول حاجه بتدخل على السيتنجز، تاني حاجه بتقلب تدخل اباوت فون، تالت حاجه تدخل اكويبمنت انفورميشن على احد. اذا كانش عندك اكويبمنت انفورميشن ادخل على اندرويد فيرجن طول. يعني استنى كده، هي الاول بتجيلك مصاصة صغيرة بعدين انت بتكبر. استنى كده اتسلى بيها شوية كده، واستنى شويتين واقوم فتحت اللعبة. انت هتعرف طبعا انا استاذ سيء جدا في اللعبة دي، انا مكسبتش فيها ولا مرة. لما كنت جاي اكسب كنت وشي، كان خسرت. هي دي يعني عامله زي فليبي اندرويد او ما اعرفش اسمها ايه بالظبط، يعني بس دي حاجه طالب لك كده. جيت النهارده تكونوا عرفتوه. وهوريكم برضه نصيحه، اذا كنت عايز تكون بالديفلوبر مود، قصدي الديفلوبر اوبشنز، جربتها مره، تدوس على الكرنل فيرجن ده كذا مرة. بس انا مش عايز اكون يعني يكون بتاع developer options. تمام كده، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وان شاء الله تعرفوا حاجة جديدة مميزات الاندرويد، وتنفع على كيت كات. بس اول حاجة هيجيب لك علامة كي، وتقعد تدوس عليها تدوس عليها تدوس عليها بقى كان اللولي بوب، وبعدين بقى تدوس على دوسة طويلة وتقوم فاتحة لك اللعبة السيرفرية، مش زي الاندرويد، مش زي بتاعت لولي بوب. هحاول في مرة ان انا احاول اصورها لكم، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. وفكرة الفيديو ان هينشر افكار كتير لمعظم الناس، في ناس متعرفش الحاجات دي اصلا، يعني اذا عرفوها ممكن ينشروها، واللي ينشر ده ينشر بزيادة، وفي الاخر تبقى فكرة مميزة. ان شاء الله يعجب ناس كتير الفيديو، وان شاء الله ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وكومنت. باي.